في سورة النساء الآية 32 رقم 32، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فضلت الشيخ أشرف الفيل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، ومنورنا دايما. خلينا نبدأ بالآية كده ونفهمها، يعني إيه لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل حاجة في الترتيب الأسري، إن يخلي الناس كلها متحابة متعاونة مع بعضها. واحد. نمرة اتنين، حتى لو كان الزوج وزوجته هي أغنى منه أو هو أغنى منها، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني بيخلي محدش يبص لحد في، لا لا، حتى لو كانوا زوجين. يعني ممكن واحد يتزوج امرأة تكون أغنى منه، ده شيء وارد عادي موجود طبع. أو كانوا في مستوى واحد بعدين هي خلاص ربنا وفقها في أعمالها كذا فزادت، أو العكس، أو هو ربنا وفقها كانت أغنى منه هو بقى أغنى منها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذه الآية التي تحدد الذمة المالية المنفصلة للمرأة التي لم تكن قبل ذلك، لأن في الأصل زمان كانت المرأة، وده في سبب النزول، كانت المرأة تورث مع الأشياء، بتتورث مع الحاجات. يعني لو الراجل كان مات، مين هيتجوز مراته؟ لا، مين يورثها؟ ياخدها ميراث ملك. يا ساتر. ابنه الكبير، ابنه الصغير، ابنه كذا، أخوه، عمه، ابن عمه، كان ده الكلام. يورث، هو اللي يحكم بقى، عايز يتجوزها يتجوزها، عايز يجوزها لشخص ما يجوزها، عايز يخليها قاعده كده تقعد كده. والكلام ده كان قبل الاسلام، ده كان موجود بين العرب. ودي كانت حاجه يعني شنيعه شنيعه جدا ومهينه جدا. فربنا سبحانه وتعالى جاب لهم الموضوع بقى بالتدرج بقى. ان قال: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. مفيش الكلام ده، مفيش حاجة انك تاخد الست وتاخد فلوسها وتاخد مالها وتاخد كذا وتاخد كذا. بعد شويتين قال لهم بقى الآية دي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خليكم عارفين بقى، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب. طيب واحدة اشتغلت مع جوزها وقومت وكافحت وعملت وسوت وكذا، ما هي ليها ذمة مالية منفصلة، تروح ليه اضيعها؟ انا ليه اضيع الذمة؟ عشان كده الازهر طلع حاجة اسمها حق ايه؟ ايوه، حق انها الست اللي تعب، الكد، حق الكد بتاع المراه. كد. ايوه، ما هي لازم لازم يبقى لازم. ولذلك دايما انا بنصح السيدات، لو الواحده بتشتغل وجوزها بيشتغل والاثنين بيشتغلوا، طبعا الطبيعي غالبيتنا احنا في مصر بيحطوا الفلوس على بعضها ومحدش بيسال في حاجه، لا الست بتسال ولا اي حاجه. يعني اكثر السيدات بيقعوا في هذا الخطا. هو هي طبعا في حب بينهم وفي ارتباط وفي اولاد ولاولادنا وفلوسنا، محدش قال حاجه. بس ساعات بيجي خلاف، الخلاف ده بيخلينا ننشر غسيل مش كويس قدام الناس، فدي تقول وده يقول. لا 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 لا، ما اعملش كده، احنا نعمل زي ما ماليه منفصل. هي بتشتغل ب 10 قروش، هي هتحط في البيت 3 4 5 وات ايفر زي ما تقول هي، والباقي في حسابها. يبقى دي زي ما ماليه منفصل. هي شافت حد من ولادها عايزه تجيب له حاجه، ده موضوع خصها بقى، مالناش دعوه، ده بقى صار مالا لها. لكن اللي حطيته في البيت اتنسى، ما بنتكلمش فيه بقى، خلاص احنا ما بنتكلمش فيه. يعني حتى لو اختلفنا ما بنتكلمش فيه، لان الموضوع خلاص منتهي. فهي صاحبه ذمه ماليه منفصله. فقال ربنا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله. اسالوا اي اطلبوا، السؤال بمعنى الطلب، اطلبوا الله من فضله، اي اسالوه من فضله ان يزيدكم. افترضي ان انا فقير وهي زوجتي اللي غنيه، خلاص انا ما اقولش هي ليه غنيه وانا فقير، انا اسال الله من فضله. هي فقيره وانا غني، ما تقولش ليه هو غني، تسال الله من فضله. يبقى هنا السؤال بمعنى الطلب، اي ان الانسان يطلب فضل الله اذا وجد احدا قد تفضل عليه في شيء وهو يتمنى ان يكون عنده مثل ذلك، لكن لا يتمنى زوال النعمه.